حاجة جبتها ده سنيكرز من نايكي، انا جايباها اساسا للجيم يعني، بس متهيألي برضو في اللبس العادي الخروج او كده هيبقى شكله حلو. وطبعا الحاجات كلها اوريجينال 100%، مفيش شك في الكلام ده خالص. تاني حاجة بقى، بصوا دي حاجة يعني I'm so excited ليها، ده سنيكرز من اديدس لصوفيا. هو طبعا لسه كبير عليها دلوقتي، فانا هشيله لحد ما يبقى مقاسها يعني، بس how cute، ايه الحلاوة دي، كيوت. جبتها ده الستايل بتاع اولد سكول فانس، الكالر ابيض. انا كنت محتاجه حاجه شوز بيضه تبقى كده سيمبل خالص، فحبيت ان اجيب براند يعني. ودي كده اول حاجه من تومي هيلفيجر. طبعا هو بيزك ما فيهوش يعني ما فيهوش حاجه غير اللوجو هنا وهنا، بس انا حب بصراحه بحب البراند، ما جبتش منه حاجه بكده بس بحبها، وحسايب حلو في حاجات الكاجوال على الجينز بتاع. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.